السلام عليكم متابعينا الكرام. هل تجوز صلاة التراويح في البيت؟ ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. كيفية صلاة التراويح في البيت؟ تختص صلاة التراويح بعدة أمور لابد للمسلم مراعاتها عند أدائه لها، وبيان هذه الأمور فيما يأتي. وقت التراويح: يبدأ وقت صلاة التراويح بعد أداء فرض صلاة العشاء، والأفضل أن تصلى بعد السنة، ولا يصح أداءها قبل صلاة العشاء لأنها صلاة مسنونة تؤدى بعد الصلاة المفروضة، ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر، ولا تقضى صلاة التراويح بعد انتهاء وقتها. كيفية أداء صلاة التراويح: تؤدى صلاة التراويح ركعتين كأداء غيرها من الصلوات، فيستقبل المصلي القبلة متوضئا ويكبر تكبيرة الإحرام، ويضع يده اليمنى على اليسرى أسفل صدره، ويقرأ دعاء الاستفتاح سرا، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم يركع مكبرا ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم ينزل ساجدا ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع من السجود ويجلس ويقول: ربي اغفر لي، ثم يسجد مرة ثانية ويقول في سجوده كما قال في السجدة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها ما فعله في الركعة الأولى. فإذا انتهى من أداء الركعة الثانية يجلس ويقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، ثم يسلم عن يمينه ويساره قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، ويفعل ذلك في كل ركعتين من صلاة التراويح. عدد الركعات: ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة إلى أن صلاة التراويح 20 ركعة دون صلاة الوتر، وتؤدى الوتر 3 ركعات، وذهب الإمام مالك في رواية إلى أنها 36 ركعة غير صلاة الوتر، وتصلى ركعتين، فيسلم المصلي بعد كل ركعتين، لأن التراويح تعد من صلاة الليل التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ويجوز للمصلي أن يستريح بالجلوس قليلا بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح، وإن أراد ترك الجلوس وذلك باتفاق الفقهاء. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 11 ركعة مع الوتر، فقد سأل أبو سلمة عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. لذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36، أو 13، أو 11، فقد أحسن، لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. القراءة في الصلاة التراويح: يسن للمصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة التراويح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، ولا حرج على المصلي إن أصر في قراءته، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار القراءة في صلاة التراويح شيء محدد، وفضل بعض أهل العلم للإمام أن يختم القرآن الكريم كاملا في صلاة التراويح طيلة شهر رمضان إن لم يكن في ذلك مشقة على المصلين.